معادلة مساحة المثلث هي A تساوي نصف ضرب B ضرب H، حيث A تساوي المساحة، B تساوي طول القاعدة، و H تساوي طول الارتفاع. إذن المساحة تساوي نصف ضرب طول القاعدة ضرب طول الارتفاع. جدت هذه المعادلة بدلالة الارتفاع فقط حتى نصورها قليلا. دعوني أرسم مثلث هنا، دعوني أرسم مثلث حتى نعرف ما هي B و H. B سوف تكون طول القاعدة، بالتالي هذه المسافة هنا هي B، ثم هذه المسافة هنا، هذه المسافة هنا هي الارتفاع، ذلك هو ارتفاع المثلث. سوف نكتبها بحرف H صغير كما كتبوه في المعادلة. الآن هم يريدون أن نحل هذه المعادلة للارتفاع، والمعادلة هي المساحة تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، ونريد أن نجد حل H، أي نريد أن نعزل H على طرف من أطراف المعادلة، وهو حاليا على الطرف الأيمن. إذن دعونا نتخلص من كل شيء آخر على اليمين، سوف أقوم بذلك خطوة بخطوة. بيمكننا القفز عن خطوات إذا أردنا ذلك لنرى إن كنا نستطيع أن نتخلص من هذا النصف، وأفضل طريقة لذلك هو أن نضرب بمعكوسة. هي إذن أن نضرب طرفي المعادلة ضرب معكوسة. إذا ضربنا طرفي المعادلة ضرب 2 على 1 أو ضرب 2، دعونا نضرب ذلك. تذكر كل شيء تعمله لطرف من المعادلة عليك أيضا أن تعمله للطرف الآخر من المعادلة. الآن ما فائدة ذلك؟ الهدف الأساسي الضرب باثنان هو أن 2 ضرب نصف تساوي 1، بالتالي على الطرف الأيمن من المعادلة سوف يكون لدينا فقط بي اتش، وعلى الطرف الأيسر من المعادلة سوف يكون لدينا 2A، ونكون قد اقتربنا حيث لدينا بي مضروبة بي اتش. إذا أردنا أن نعزل الـ H علينا فقط أن نقسم طرفي هذه المعادلة على B، فقط نقسم الطرفين، يمكنك أن ترى B وكأنه معامل H، فقط نقسم الطرفين على B، ثم على ماذا نحصل؟ حسناً، على الطرف الأيمن الـ B تحذف، وعلى الطرف الأيسر يبقى لدينا 2A على B، بالتالي نحصل على H تساوي، فقط بدلت الأطراف هنا، H تساوي 2A على B، 2A على B، ولقد انتهينا، لقد حللنا هذه المعادلة، لقد حللنا هذه المعادلة للارتفاع. أعتقد أن هذه ستكون مفيدة في حالة إذا أعطاك أحدهم حزمة من المساحات وحزمة من طول القاعدة وطلب منك أن تعطيه الارتفاعات لهذه القيم أو لهذه المثلثات.